المرتزقه المغربيه البوليزاريو البوليزاريو المرتزقه احنا المغاربه ضدهم. عاش الملك وهربتوا في القرقرات عاش الملك والقرقرات هربوا عاش الملك وجرينا لهم في القرقرات المرتزقه عاش الملك وجرينا عليكم في القرقرات اصيروا بحالكم عاش الملك عاش الملك ترى المرتزقه البوليساري هما ضربوا في باباهم هما في باباهم ياخذوا راسهم عاش الملك عاش ادخلوا على اولاد الحرام في زفير لا لا قوي رجوع دوي لا قوي كونتر البوليساري. السلام عليكم الاخوان حياكم الله معكم اخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، وصلني الخوت واحد الخبر ووصلتني رسائل في الخاص ورسلتني حتى طلبات من عدة فاعلين جمعويين مغاربة كينشطوا في أوروبا وكينشطوا كذلك في فرنسا وفي وسط باريس وفي نونت، وكلهم طلبوا مني على انني نوصل واحد الرساله ونشرها ونعممها وتوصل كاشعار للجاليه المغربيه كامله اللي في اوروبا بالاخص في فرنسا وبالاخص اللي في وسط فرنسا وبالاخص اللي في نونت بمن فيها كذلك باريس بريسوير نواي لوزوبي مونت لا جولي وهذه المناطق كامله اي مناطق كامله اللي متواجد فيها الجاليه المغربيه موجه لهم هذه الرساله وموجه لهم هذا النداء. يوم 12 شهر 10 من هذه السنة يوم السبت المقبل مع الساعة أو ابتداء من الساعة الثالثة مساء حتى السادسة مساء موجه لكم الدعوة كاملين الحضور في وقفة للدفاع على شرف المغرب وعلى مغربية الصحراء والتصدي كذلك للبوليساريو امام لا بريفكتور دو نونت. كذلك في الموازي غتكون واحد وقفه للبوليساريو قالهم على انهم من الدين بالاعتراف الفرنسي او ضد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. احنا درك موجهين هذا النداء وهذا الطلب لجميع ابناء الشعب المغربي العظيم للجاليه المغربيه في فرنسا في نونت الوجود والتواجد امام مقر بريفكتور دو نونت للتصدي للبوليساريو سلميا ما ان محرضين لا على الاجرام ولا على العنف ولا على الضرب ولا على الجرح. بغينا الجاليه المغربيه كامله ومن حقهم انهم يكونوا حاضرين ناظرين واجدين متوجدين امام لا بريفكتور دو نونت للدفاع على المغرب وللدفاع على مغربيه الصحراء. مرة أخرى نأكدوا جميع أبناء الشعب المغربي حضروا جميع أبناء الجالية المغربي حضروا الجالية المغربي فرونت وفي وسط فرنسا بريسوير نوايلو زوبي نوت كلكم توجهوا يوم السبت ابتداء من الثالثة مساء حتى السادسة أمام لا بريفكتور دو نوت. نأكد لكم الإخوان على أن الحضور يوم السبت من حق أي مغربي. علاه؟ لعدة أسباب نشرح لكم. أول البوليساريو ما هم دولة وغير معترف بهم لا من أوروبا ولا من فرنسا، وحضورهم في هذه الوقفة هو بدعوة عامة من رخصة قابضين أشخاص فرنسيين، وهذه الرخصة للعموم ما هو للبوليساريو ولا هو للمغرب ولا هو لفرنسا، هذه الرخصة للجميع. إذا من حق عنصر البوليساريو ماشي كفكر يحضر في هذه الوقفة، كذلك في نفس الوقت من حق مغربي يحضر في هذه الوقفة كفكر دافع على المغرب ويدافع على مغربية الصحراء. يعني هذه الوقفة هي حرب أفكار ما هي حرب عنف ولا التصدي ولا شيء من هذا القبيل. حد عنده واحد رأي عنده واحد فكر يمشي يعرضه في هذه الوقفة أمام لا بريفكتور دو نونت. هذا البوليسار يمشي يقولوا احنا ضد الاعتراف الفرنسي، يمشي مغربي صحراوي مغربي يقول لهم نو أنا مع الاعتراف الفرنسي لمغربية الصحراء والحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. عموما حقكم تحضروا، لا يقول حد ما عندنا رخصة، نو عندكم رخصة، حضروا في هذه الوقفة
يكون حاضر وراه غيشارك واحد المجموعه من الابناء الجاليه المغربيه. حسب ما علمني راه المواطنين المغاربه ابناء الجاليه المغربيه غيتوجهوا من باريس، من بريسوير، من نانت كذلك، ومن مونتلاجولي، ومن جميع المناطق الفرنسيه. الجاليه المغربيه غتنقل عبر كيران. كاين بعض الاشخاص اللي غيجيو من بلجيكا، هادو مواطنين المغاربه غيكونوا حاضرين ان شاء الله. المهم نختموا على انه الدعوه للجميع يوم السبت 12/10/2024 امام لا بريفيكتور دو فرانس او لا بريفيكتور دو نانت. الدعوه للجميع ابتداء من الساعه 3 مساء حتى 6. حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم.